طبعا وزارة الهجرة والمهجرين لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل على المهجرين اللي عايشين بالخيم بهاي الظروف الصعبة، واللي هي بسبب صراعات سياسية وبسبب مشاريع قذرة مدعومة إقليميا بتغيير ديموغرافي وسيطرة على مناطق أمثال جرف الصخر ومناطق فديالة والموصل وتكريت. تعرفون انه اكو شباب متبنين حملات اغاثة، بطانيات وفراشات وصوبات وملابس، يعني شغلات بسيطة من ضمنها. يعني اغلب اللي متبنين هاي الحملات هم شباب تشرين. انطلقت اكثر من 7 قوافل الى الموصل والى السليمانية والى الانبار، لكن اليوم نتفاجئ تبليغنا انه حملة انطلقت من قبل شباب من بغداد باتجاه السليمانية يمنعونهم من دخول المخيم بحجة شنو؟ والله المخيم مكتفي. دخلوا بشكل خاص بدون ما يدرون، الناس حالتها تعبانة، يا خلونا ننتقل، قالوا هام وجاي يبيعون هالبطانية. هسه حتى لو باع البطانية، هو افرض صدق وباع البطانية، هو شنو اللي يخليه يبيع البطانية اذا ما كاتلة جوع؟ اكل ما عنده، قاعد بخيمة، جاي يموت بخيمة. والحملة لحد الان ما خلوها تدخل. كذلك بلغونا، عندنا اكثر من حملة انطلقت السنجار، جبال سنجار، بلغونا انه هي اكتفت وبعد لا تجيبون حملات. السبب شنو؟ احنا نعرف السبب. السبب مليارات الدولارات جاي تسرق من قبل عشرات المليارات. سالفة ال 14 مليار مال الوزيرة مال اشتريت ثلج للمهجرين، هسه كذلك مليارات جاي تسرق من قبل وزارة الهجرة والمهجرين. شاقل لك جاي ندز تبرعات للنازحين، ما يخلونا ندخل حتى ما نفضح قيستهم وتبين ان الناس هناك لا عندها ملابس ولا اكل ولا فراغ. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. أي شخص يريد يشاركنا بالبرنامج يقدر يتصل بنا على واحد من أرقام البرنامج. للمشاركة من داخل العراق من زاخو حتى الفاو تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فعندكم ذني رقمين تقدرون تدقون بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما من يسكن دول المهجر وأيضا الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط تقدرون تدقون علينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. اللي ما يقدر يتصل بينا وما يقدر يحصلنا بسبب انشغال الخطوط يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة، مثل ما هو مكتوبة هنا رسالة مكتوبة مطبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف من وين ومن منو جتنا، على رقم الواتساب. ورقم الواتساب لا نقدر نعرض منه فيديو على الشاشة ولا نقدر نعرض من عنده رسالة صوتية أو نستقبل اتصال. فهذا الرقم أخواني الأعزاء فقط للرسائل، يعني تكتب لي رسالة تقول لي رأيك بالموضوع اللي راح نحكي. قبل ما نبدي موضوع الحلقة نحب نوجه عناية السادة المشاهدين ونذكرهم أنه أنت قاعد تشوف ناس، أكو بعض الأشخاص يشوفون على نظام الأسدي القديم، فأنت إذا عندك تلفزيون كبير وده تشوف الصورة صغيرة، كل اللي عليك تسوي أنه تعيد البحث بنفس التردد حتى يتحول عندك التصوير أو تتحول القناة عندك من نظام الأسدي إلى نظام الأجدي. نظام الأجدي تفعل هذا التردد مالتنا، بس اللي عليك أنه أنت تعيد البحث من جديد على القناة على نفس التردد، ما يحتاج تغير التردد اللي هو 10727 أو 10727. تشوفنا على نظام الأجدي وراح تشوف الصورة كبيرة وعيونك ترتاح وأنت ترتاح أخوي العزيز، لأنه نظام الأجدي القديم من هنا إلى يوم 28/2، يعني بعد 22 يوم 3 أسابيع ويوم يتوقف فعليا. نبقى فقط على نظام الأجدي. نعم مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي شفتوه إلى الناشط أحمد الوشاح هذا مو موضوع الحلقة. أحمد الوشاح ده يبين يعني حملة أطلقها ثوار شمال محافظة واسط لتدفئة النازحين، سموها اللي هي يلا ندفيهم،
أخذوا بطانيات وأخذوا ملابس شتوية، أخذوا كسوة يعني حتى يوصلوها إلى النازحين من جرف الصخر في مخيمات بزيلبز، عامرية الفلوجة، وأيضا مثل ما قال سنجار بهدف إيصال المساعدات الإغاثية لهم. لكن السلطات منعتهم لأسباب ذكرها بالفيديو، وهذا مو موضوعي، هذا فقط شرح عن الفيديو اللي حبينا الناس تشوفه. موضوعي العراق ده يعاني من مشكلة، وده يعاني من أزمة، وأزمة حادة جدا، وبسبب هاي الأزمة ظهرت عندنا ما تسمى بالعشوائيات، هي أزمة السكن. العراق حسب أو يعني الأرقام الرسمية تقول بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية حتى نسد العجز، وأطلقت ما تسمي نفسها حكومة الكثير من الوعود لحل أزمة السكن عبر تقديم مزيد من القروض ميسرة، على تقديم قطع أراضي للمواطنين، على مبادرة نصف مليون قطعة أرض إلى المواطنين من قبل الكاظمية، على ما أعرف شنو مواد ميسرة أو عملية بناء ميسرة، نطت وعود، لكن ماكو شيء من هاي الوعود تنفذ. بالمقابل الناس بدأت بسبب غلاء الحياة، بسبب ما يحصل اليوم في العراق من فساد ومن مساوئ، قيمة المتر مثلا في إحدى مناطق العاصمة العراقية بغداد عبر 2 مليون دينار، وعليه الناس قامت تقطع البيوت وتقطع الحدائق وتسوي بيوت بدون تخطيط، اللي تأجره واللي تبيعه، وقامت تطلع عندنا العشوائيات. إضافة إلى ذلك أنه أكو مجموعة من المسؤولين بالسلطات يقولون أكو استيلاء على أراضي تابعة للدولة من قبل بعض المواطنين اللي يبني غرفة عليها ويقول هاي بيتي يسكن بيها، وهم أنا بدأت تتأسس عشوائيات. بالمقابل العشوائيات اللي كان العراق ماكو بعشوائية، اللي كان العراق كل مدنة بها تخطيط وتنظيم، ماكو شيء يسمى عشوائية أو واحد يقدر يبني بكيفه. اليوم العراق يعاني من أزمة سكن، الحكومة أو السلطات تقول 3 مليون وحدة سكنية. بالمقابل همام الشماع الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة بغداد يقول إنه العراق يحتاج إلى 7 مليون وحدة سكنية لسد العجز وحل الإشكال بصورة كاملة. يقول إنه المشكلة هاي قديمة من عام 2003، يحتاج العراق إلى هذا الرقم اللي هو 3 ملايين وليس اليوم. يقول نتيجة الحرب والقصف اللي صار على العراق دمرت الكثير من المنازل، أما اليوم فأنه يحتاج إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية جديدة لسد الحاجة، إذا اعتبرنا معدل أفراد الأسرة الواحدة 4 أشخاص فقط، يعني أب وأم وأولاد 2، فما بالك باللي عنده 6 و7 و8 و9. فاليوم مثلا البنك المركزي أطلق مبادرة لتوفير السكن ل3.5 مليار دولار تقريبا، ومنحها عبر مصارف كقروض للمواطنين لشراء شقق أو منازل داخل العراق، لكن ما حد قدر يصل إلى هذا القرض أو يستلم هذا القرض أو استثمار تلك القروض بسبب الفساد والمعضلة نتيجة ما يوصف بمشاريع غير سكنية. فأزمة السكن اليوم بالعراق، أريد نعرف الأسباب. الأسباب هي السلطات والفساد و و و و و ليش ماكو إلها حل اليوم، إضافة إلى مثلا الأنبار نينوى ديالة صلاح الدين التأميم، المناطق اللي شهدت معارك التحرير مثل ما يسموها هم، بها بنية تحتية مهدمة ما من نسبة 75 إلى 80 إلى 90 إلى 95%، هاي همنا فاقمت من أزمة السكن اليوم بالعراق، لأن اللي كان عنده بيت اليوم ما عنده. ليش ماكو بناء إلهن حتى الناس ترجع وشوية شوية الناس تبدي توقف على رجليها من جديد؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله يا أستاذ أفهم، يقول منين نجيها؟ من السكن، من الكهرباء، من الماء، منين نجيها؟
هي أساسها دولة فاسدة. فالدولة الفاسدة شو تأمل من وراها يعني؟ شنو هو يعني؟ أكو أمل من عندهم ذولا؟ والله كل أمل ما عندنا بيهم والله، إذا ما الله يخلصنا من عندهم. يا أخي الناس انتهت يا أستاذ. تدري النفط هسه الحصة قللوها من 100 إلى 50، وال50 شو وقت تحصلها؟ ورا 15 ورا 20 يوم يلا تقدر تحصل النفط جلي كان النفط. نعم. المولدات مأساة. منين تجيها يا أستاذ؟ هي بس السكن مو العالم انتهت. والله يا أخوي العزيز أقسم لك بالله العالم انتهت يعني بمعنى الكلمة، مو هيجي مو سوالف. أنت يطلع لك الأخ أبو شيماء يقول لك على كيفكم يا أخوي أبو شيماء، الله يخليك. بس كل أنت وين عايش يا أخوي أبو شيماء؟ مو البلد راح انتهت، مو البلد مباك، مو الفساد وصل حده. الفساد من الوزارة إلى أصغر موظف. هسه لا ما تضطر شوي الله وكيلك ما تمشي لا معاملة ولا غيره. أما السكن هسه يحصرك يقول لك على الربا، لازم تاخذ قرض وبي ربا. فالناس تتجنب هذا يا أستاذ أسد، الربا اللي العالم جاي تتجنبه. يعني سكن يعني الحكومة ما تقدر تدبرين سكن العالم هاي يعني؟ ويعني شنو انتو؟ وانا اشكرك اخويا العزيز. شكرا جزيلا لك ابو عراق. يعني مثلا فيما يخص قضية أزمة السكن، أحد التقارير المنشورة على شبكة الإنترنت مسوين لقاء ويا أحد المواطنين، يقول أنا قضيت 30 سنة من الانتظار بالتنقل ما بين المنازل المؤجرة. يعني أنا 30 سنة أشتغل بهالبلد هذا وأأجر بيوت وعايش أتنقل من هالبيت لهالبيت لأنه بيوت مؤجرة. أخيرا تمكنت من شراء قاع، يقول واشتريت هاي قاع بمبلغ خيالي جدا نتيجة ارتفاع وغلاء العقارات. يقول هذا الشيء خلاني اقترض وآخذ قرض من صندوق الإسكان لإنجاز البناء. يقول وجدت نفسي أمام معاناة روتين إنجاز المعاملات ومراحل استلام الأموال، إضافة إلى فوائد كبيرة مترتبة على تسديد دفعات القرض شهريا. يقول أني ليش أدفع هاي الفوائد العالية وأني موظف بسيط وراتبي ما دا يكفيني، والراتب اصلا دا يتاخر، وكل ما اريده انه انا اريد بيت اسكن بيه انا وعائلتي. ابو علي من الناصريه، حياك الله يا ابو علي. الله يسعدك حبيبي، شلونك؟ الله يخليك عمر وجهك. شلونك؟ الله يخليك الغالي. الله يخلي هاي الاذاعه والكادر فيها والجامعين والمدير عماد. اقول لك تعال هذا، شوف هذا الجاهل ابني ما قميص، الجاهل قام يلعب في الجسم هذا الريمون. اودي يجي قلب بذل شفه بذل شفه على اللي هذا الصوت مال التلفزيون على هو يعني اوديه على يعني اذرني اقول اذرني يعني. لا حبيب قلبه على بختك يعني، احنا ما لنا علاقه ابو علي، بس البارحه كان الصوت مال التلفزيون جدا عالي يشوش على المكالمه. فانت لما يعلى صوت التلفزيون يمك، هاي مو بس وياك ابو علي، يعني اي مواطن لما يدق علينا وصوت التلفزيون يم عالي، صوته هو اللي راح يكون مو واضح، فما راح نفهمه زين. لا مو اي مو شو بقول لك، الطفل هذا يم ماكو ابن صغيرون هذا مو على بختك. على بختك اخوي الغالي، على بختك. تفضل. يذهب ريم يعني زرني طاب الباك يعني جوز. اي هاي شوف المساله هاي مالت هاي البنية التحتيه ذولا يعني يضحكون على الوادم. يعني انا هسه من كان المالكي، المالك هم قال احنا نطي رسال زين، نطي بيوت ما ادري شنو. هم يطون مو للشعب، هم يطون للمال، يطون لحزب الحراميه، لحزب الدعوه، لاهدافهم يطون، ما يطون للناس. زين هم ذولا هم اعداء الشعب ذولا، هم ذولا نفسيتهم هسه ماكو. نعم. يعني يقول لك احنا نطي عرفات وبنى التحتيه. صحيح بس شنو؟ مو للشعب، الجماعتهم هو ذولا اللي دافعون الى لإيران على أساس هم يدافعون والله جسم إيران هيك وكذا وكذا. هذول من جماعة الرف، هذول ماكو الغواء سووا مظاهرات اللي شو اسمه اللي بيوم الانتفاضة. ها
يعني ما خلى مصرف ما باقوا المصاريف، باقوا السلاح مال مال الجيش الشابوير، هذول ماكو الزيوله ما في لار، هذول ناس خاينين، ذولا الزيوله عرفت. وكل انسان هذا اللي دافع يعني هذا ناكر نعمه، يعني هو يدافع يعني ما يدافع البلد، وين يدافع؟ يدافع لايران. ما يقول بس عشان عايش في العراق هذا انا باشر ابوه، يعني لا موت هناك يدفنوني زين السلامات. هو وين يدفنوني؟ في ايران لو بالعراق يدفنوني، بالعراق يدفنوني، مو صحيح؟ هم عمي الله وكيلك هالساي، يعني هالساي ايران يعني نوع من الغباء، يعني هسه هم ايش ما يقتلون ايش ما يسوون، يبقى الشعب العراقي زين وداعتك يبقى غصب عليهم. يعني هم ذولا اللي هم الشيخ هذا السيد الخامنئي ينزع نفسه على اساس هو مؤمن امام، على اساس من دبش ينزع نفسه على اساس هو السيد الخامنئي. قال له عمي لا انت لابس امامه زين، هاي الوادم انت مسوي مؤامر علينا، على الشعب العراقي، على زين اليمن المعمم يقتل يا سيد خامنئي، يا دولة الإسلامية، أنتم مو إسلامية، أنتم إرهاب وقتلة، بس إن شاء الله ما أدومكم إيران، إن شاء الله إن شاء الله الله إن شاء الله الله مع المظلومين. يعني هاي الميليشيات تشوف يعني يفتر بالماطور، الميليشيات بالمحاورات يفترون يسألون عن ناشطين أخوي أتوياي وياك ها، يفترون على مواطير مطاره هو وشايل سلاحه فاتم الصوت. يعني واحد هذا يسولف لي يقول ذولا يقتل يطلع، لا بحال الكاظمي ها زين، ذولا هم مسيطرين بالصواريخ وبالسلاح عرفت، يعني يفترون على المطارات ويسالون يتجسسون على الناشطين عرفت، جبناء ذولا. وشلون هو ما يجي بوجه بوجه ضرب وشرد، يجي مثلتهم مثل شلون الواوي عرفت، عما مو حكومه هاي جوزه الله وكيلك، هاي مو حكومه، هاي صخور مو حكومه، شاب الصخور زين، نعم نعم ما شاب الصخر ياكل زين الصخر، لا فيهم ولا علم، ناس حراميه ولصوص وما فيهم واحد الله وكيلك، كلهم منافقين وكذابين، هم اعداء عشان ما يحصلوا اصدقاء، عشان مو اعداء بناتهم، شوف بالنهار اعداء وبالليل اصدقاء هذول، شوف كلهم منافقين وكذابين وكذا، وحتى الله ما يحفظ الله وكيلك، والله الله ما يحفظ، الله لا. الله وكيلك استعان، يعني حتى الله يجيني من الملائكه يقول ذول علي ما ملك، يقول ذول علي ما حفظ ذول شيل البشر ذول، لا فيهم لا صوم لا من صلاه لا رحمه، النازحين ذول ليش يحاربون ذول النازحين ذول؟ ذول مو بشر، بس هذا الحق ما يفيد ايران. ان شاء الله يوم، انا ما احكي على الشعب الايراني، انا احكي على الدول الايرانيه هاي، ان شاء الله يوم ان شاء الله تفتل عليهم، عشان مو هذول الناس هم تصير بهم ان شاء الله، هم عوالهم ماكو، هم نازحين يصيرون عوالي في هاي الدوله، الدوله الفارسيه زين، الدوله انا ما احكي على الشعب الايراني، ناس قتله مجرمين باكر اكبر واد الاماس متباشر تموت ايها المليش، باكر انت تموت، تجاوب الله تقول له ما ادري، مباشر تموت انت، الله يحاسبك يا مليش يا مجرم يا قاتل، انت وراك مجاهد، انت قاتل المجاهد لازم يقاوم الاحتلال. نعم شكرا 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 لك ابو علي. ابو علي همي انا من واسط، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتكم مساء الخير لجمهور، حياك الله اخوي. بصراحه مشكله السكن في العراق، مشكله النازحين، اخوان النازحين اللي اساسا رجوعهم هو سبب يعني ازمه سياسيه لا اكثر ولا اقل، هناك استيلاء من قبل الميليشيات ومن قبل الاحزاب المتنفذه، الكتله الصدريه وبدر وغيرها والاطار، هم مسؤولين على املاكهم سواء كانت مزارعهم او حقولهم او اساسا مساكنهم في المدن. تجي الأزمة السكن في العراق، احنا تقريبا يعني حسب ما يقال تقريبا 3 يعني 3 ملايين شخص في العراق، وهذا اعتقد انه ضعف هذا الرقم، يعني يمكن يكون الى 10 ملايين شخص ساكن بالعشوائيات عموما العراق. نعم. الدوله قالت انا عندي خطه لازالتها سنه 2030. طيب اوكي، شنو تنفذ؟ شنو المبادره الجديده؟
تقدر إذا كانت الدولة يعني صحيح هي دولة وكانت الحكومة حكومة تعمل من أجل شعب وليست حكومة محاصصة، يعني اللجون للسلطة في البلاد ما يجون من أجل تقاسم الغنيمة، يجون من أجل خدمة بلد. إذا كان هذا صحيح معالجته سهلة جدا، يعني توفير فرص العمل إذا اشتغلوا على سكن واطئ الكلفة يستطيع أنه الشخص الموجود بالعشوائيات أو أي شخص أنه يطلع من هذه العشوائية يسكن بهذه المناطق والدولة تتحمل الكلفة، راح يكون هناك يعني تشغيل للمعامل لأساس الموقفينها، تشغيل الأيدي العاملة اللي موجودة الآن اللي قتلوا نصهم بثورة تشرين واللي بعدين الأحزاب يعني الموجودة المتنفذة بالجنوب العراق قاموا يهربون المخدرات من إيران حتى ينطونهم ويخدرونهم، هذه كلها راح تخلق فرص عمل تبعد العراق عن هذا. العراق اليوم فهي مو يعني الأزمات في العراق مترابطة، شلون السلسلة كل أزمة ماسكة بأزمة، يعني حلقات واحدة ماسكة بوحدة، يعني الدولة تريد تدمر هذا البلد بحيث أنه خلت الأزمة تمسك بالثانية حتى ما تنحل، وماكو حلول جدية حتى من هم يتكلمون إصلاح وبناء وغيرها، هذا كله كذب، يعني كله ضحك على الدقون. اليوم إحنا أمام يعني أنا أول مرة أسمع في التاريخ أنه دولة عندها وزارة هجرة ومهجرين، أنا أسمع الهجرة والمهجرين أنه أنا ناس عندي لاجئ برا أجيب اللي برا البلد أجيبهم من البلد، أوفر لهم فرص عمل، أعطيهم مبالغ مالية، أعوضهم، أوفر لهم سكن حتى أجيبهم، بس أما دولة أسس لها وزارة حتى ترعى المهجرين داخل البلد هذا أول مرة أسمع بها. يعني حتى يعني الوزارة يعني تجي الوزير أنت شنو، أنا والله وزير هجرة ومهجرين، وين هجرة ومهجرين داخل البلد؟ طيب ليش ما ترجعهم؟ لأن أكو أزمة سياسية بالبلد وأزمة ما تخلص. احنا بالعراق اليوم جاي نعاني انه احنا اساسا غريبين بوطننا، العراقي غريب بوطنه غريب، هم نعم. يتكلمون يطلعون لي بالتلفزيون والعراقي ابو الغيره والعراق، لا لا ما اكو هيك حكي، ما اقول العراقي ما عنده غيره، بس اساسا اللي ماسكين السلطه بالبلد انتزعوا من عندنا هويتنا، حتى انا ما اعرف نفسي انا من، انا من اروح المحافظه الثانيه ما اعرف انا من، ما يستقبلني ابو السليمانيه، ما يستقبلني أبو دهوك، ما يستقبلني. إذا من البصرة يروح للرمادي، وأنا ما أقصد إنه ما يستقبلني الشعب، لا، الحكومة ما تستقبلني. يعني يروح أبو البصرة للرمادي، يكذبون بالرمادي هناك السلطة الموجودة ربع الحبوس وشلتهم. يقول تعال أنت مين وليش جايش عندك؟ كذلك أبو الرمادي من يروح للبصرة يقول له أنت إرهابي لو داعش لو غيره. الأسعد العيدان وشلتهم. فإحنا غريبين ببلدنا بسبب الحكومة الموجودة حالياً. شلون نخلص من عندها؟ حاول الشعب. لكن شو يسوي؟ يعني النازحين الان بهذا البرد يطلعون يجتمعون يقولون العراق راح يرجع وماكو تدخلات خارجيه وغيرها، ساعه بالحنانه وساعه بغداد وساعه باربيل لو بدهوك، طيب وهذا النازح اللي قاعد برا قاعد بخيمه بالبرد حصل عليه يتدفى لو حصل عليه حتى يغسل وجهه ماي حار، وبالصيف حصل عليه الثلج والماء البارد يشربه، وهسه احنا مقبلين على رمضان بعد شهرين تقريبا، ايش وقت يعني نازح صار له 9 سنوات ببلد ليش؟ شنو السبب؟ الأمم المتحدة اللي قاعدة بالبلد أنت شنو شغلك؟ أنت عميلة؟ أنت مشاركتهم بهذا الأمر، أمريكا اللي جابتكم هي مشاركتهم بهذا الأمر، إيران اللي دأستهم هي مشاركة بهذا الأمر، الدول تتبرع للنازحين تروح في الوكل، إحنا بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل بيهم، مو أزمة سكن أستاذ عفيف، إحنا أزمة وطن، أزمتنا مو أزمة سكن. نعم. أنا أنطيني ناس يقول لي أنا بعد أنا راح أعطيك بيت تبنيني خيمة بالشارع وأنا يعني. بس أنا ما أقدر أرجع بيتي هدمته، أنا ما عندي مشكلة دي انهدم وراح عاد شو أسوي؟ بس رجعني خليني أبني طابوقاتي الرمادي والتكريت وبالفلوجة وبالموصل، بيوتهم راحت وما التعويضات كذب، ما حد نطاهم تعويضات، ثم نرجع وعمر بيته عاد شو أسوي؟ وين يروح؟ هذا عود اللي خلوهم واللي ما خلوهم هسه قاعدين بالخيم ناس ماتت من البرد، ومن يجي يحكي لي يقول لك الله اكبر ويشوفها يصلي، ومصير مصيب احزاب اسلاميه، هذا الكارثه انه احزاب اسلاميه تقول لهم انتم علمانيين يقول انت تشتمني، يعني والله العلماني ارحم منهم، العلماني عنده انسانيه، ديننا دين الاسلامي دين انسانيه، لكن احنا نزعنا الانسانيه من الدين الاسلامي اللي هم تعمموا فيه او تشيخوا فيه بالمناطق الغربيه، لكن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا اشكرك استاذ، شكرا لك ابو علي. أبو شيماء من بغداد حياك الله.
السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون صح الشهر؟ أرد على أرد الناصرية أقول له أنت قبل من كان محمد الشفر وين كنت؟ ما صرت الزمة ورحت ضربته تحكي على الميليشيات وتحكي على على ذول دافعوا عن العراق ودافعوا عن الناس اللي قاعدة نعمل الظهر على قولت أبو المثل. بس أنت تحكي على العالم هاي اللي دافعت عن عرضك. أولاً أبو علي أبو علي أبو شيماء، أنا أرفض هاي الصيغة أنه دافعنا عن عرض واحد. عيب صدقني عيب. بس لحظة أبو شيماء، عيب بس اعطيني مجال، لأنه عرض العراقي هو عرضك وهو عرضي وعرض الكل، فعيب عيب. لأنه لما تقعد إحنا دافعنا عن عرضك هاي كلمة مستفزة أخويا العزيز، كلمة ما حلوة لا بحقك ولا بحق أحد غيرك ولا بحق أي إنسان، ما حلوة هيك تقولها. دافع عن أرض العراق شيء واحد، لكن إحنا دا نحكي هسه اليوم أكو اليوم نازحين، مثلا نازحين جرف الصخر، من دا يمنع نازحين جرف الصخر من العودة هم ذول اللي دافعوا عن أرض العراق وما دا يخلوهم يطبون الجرف الصخر، لأنه مسيطرين على جرف الصخر وتحديدا كتائب حزب الله. زين هسه هاي شو تحط الهواء الطيب؟ هذا العزيز اولا دق صخر تشكيل منطقة خطر، لانه شنو هذا؟ مثلث خطر يهدد المناطق المقدسه مثل النجف وكربلاء، فهذا يرادده تدقيق. احنا يعز علينا اخواننا، هم اخواننا ذولا يعني مو غربه العراقيين. زين لحظة تريد تحولها منطقه عسكريه لانه منطقه تعتبر مثلث خطر؟ عوض الناس، انطيهم فلوس عن بيوتهم اللي دا تقولهم انتم طلعوا من الأداء ولا ترجعون. زين هذا اللي من جرف الصخر، الفلاح اللي من جرف الصخر اللي صار له 4 سنين وخمس سنين بخيمه، شنو ذنبه؟ اي والله انا وياك استاذ، والله يا وياك المفروض ادى ولا هو الكلام المفروض. زين هاي الحكومه عوف جرف الصخر، عوف جرف الصخر ناحيه يثرب مثلا، اهالي ناحيه يثرب شنو ذنبهم؟ استاذ ذولا اكو ناس مطلوبين عشائريا ما يرجعون، اكو ناس رجعت اكو ناس ما يقبلون العشائر ما تقبل. انا هناك جماعه بالحديدين اكو يا وياك هم زين، اهالي نينوى واهالي سنجار واهالي صلاح الدين واهالي الانبار واهالي دياله، ذولا اللي نسمعهم استاذ الحكي ذاك اليوم طلعوا باربيل، شفت اللقاء يقول احنا ما عندنا شغل، احنا احسن لنا نقعد باربيل، يعني لا شغل ولا عمل بمناطقنا هناك وبيوتنا تفلش، يقول نبقى هناك احسن لنا نقعد باربيل ونشتغل. ها بس اعطيني مجال هو ايش قال لك؟ باوع انت ركزت احسن له يقعد بربيل يشتغل، بس ما ركزت من قال لك بيوتنا مفلشه. زين انت ترجع على منطقته وين يقعد؟ على انقاض، صح لو غلط؟ ابو شيماء راح. ابو شيماء، ابو احمد من الرمادي حياك الله. ابو احمد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. خوي العزيز صوت ناصي ما جاي الصوت بالنسبه لي واضح، بس قول. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي العزيز بالنسبة لموضوع السكن اللي حاليا من العراق، أي. هو أزمة، يعني أزمة عامة صراحة، واللي السبب الرئيسي اللي واقع بها هم المناطق الغربية أو اللي تحدث عنها قبل قليل منطقة جرف الصخر. أي. طبعا هو العراق يعني من الاحتلال وجاي بدأ يعاني من يعني مناطق، يعني شو نقول، سكن قليل أو مناطق معزولة أنه تعتبر تجاوزات وما أدري شنو. ليش؟ لأنه تدري نمو السكاني يبدي نمو كثير، ماكو قطع أراضي، ماكو توزيع قطع أراضي، ماكو تعويض، مثلا يأخذون مناطق يسوونها شوارع أو بنايات وزارات، تدري جماعة عجوا مسيطرين ومسلطنين بدأوا يأخذون أراضي فلان وأراضي فلان واستولون على مناطق اللي شرق الأنبار وغرب بغداد، طارمية وبغريب وغيرها، مناطق يعني من جهة ديالة. نعم بدأوا نعم. يسيطرون عليها اللي الأحزاب الحاكمة الموجودة، فبدأت العوائل تنزح تروح مثلا داخل بغداد، تروح أطراف بغداد، تعرف يعني ما عندها الناس تعوض، نخذت عنهم رغما عنهم، يعني الناس تروح تتجاوز تبني وتتكاثر مناطق هي مو مؤهولة للسكن، يعني تعرف انت لا بيها خدمات
ولا بها شيء يعوضهم عن اللي كانوا فيه. زين اجتنا التهجير اللي صار من هذا الغربيه محافظه الانبار وصلاح الدين ونينوى. اخونا اللي قبلك قبل بشويه حكي اللي زعلان انه عمود يحكي على حشيد والميليشيات ومن شنو. زين هسه انت جرف الصخر، يعني من اللي يقدر يرجع جرف الصخر اذا مو امر غاني او امر هاد العامري او قيس الخزعلي او غيره وغيره. زين منطقه اللي انت حكيتها قبل شوي منطقه يثرب، زين هو يقول بهم نزاعات عشائريه او ناس تطلب ناس عشائريين، لا هذا مو صحيح. الموضوع بميليشيات، يعني حسب الاقوال اللي اتصلنا ونسمعها انه يقول لك هاي مناطق شيعيه، يعني حسب الاقاويل. لكن من اللي يسكن بها حاليا؟ من الموجود بها ومسيطر عليها؟ طبعا العصابات الميليشيات اللي تسويها معسكرات، واكثر المناطق هي بيوت مسوينها معسكرات، ما بنوا ولا صرفوا ولا هم يحزنون بالبيوت، من البيوت هم ثبتوا وجودهم. جرف الصخر اللي منطقه، مو منطقه، اعتبرها ناحيه، يعني اعتبرها ناحيه جرف الصخر. تعرف انت منطقه جرف الصخر يعني فتشي بكذا نسمه. نعم نعم نعم. معسكر كبير للعصابات حزب الله وقيس الخزعلي، ومعسكر ثاني اللي هو باختبارات للحرس الثوري الايراني موجود داخل جنوب جرف الصخر، وهذا معروف طبعا. لا حد يقول هذا مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. من اللي يأهل هاي العوائل او يعوضها؟ من اللي ينطيها؟ اذا حكومه طائفيه، وبالنسبه للسياسيين السنه هم يعني تابعين لهذه الاحزاب. نعم. ما يقدروا يتكلمون. نعم. ما يقدر يحجون. نعم. اي حكومه تجي هم تشوفهم موجودين. نعم. وحزب واحنا لكن وين الصوت المناطق القلبية؟ من يجي يطالب؟ ماكو احد. الشعب. نعم. اللي ظاهر. نعم. شكرا لك ابو احمد لانضمامك بصوتكم. مشاهدينا الكرام البرنامج مستمر بفاصل قصير، ابقوا ويانا. قناة الرافدين الفضائية على نظام HD، ابحث عن التردد الان 10727 افقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. نحب نذكر السادة المشاهدين مرة ثانية اللي قدر يسوي بحث جديد على تردد القناة وشافنا بصورتنا الHD وشاف الصورة واضحة، فهو شافها. اللي بعدها ما مسوي هذا الشيء، بثنا الSD أو نظام الSD راح يتوقف يوم 28/2، فالقناة تحولت إلى نظام الHD. تقدرون تسوون سيرش بالجهاز مالتكم، بس اللي عليكم انه تسوون بحث جديد على القناة بنفس التردد اللي دا تشوفوه أمامكم الآن، وتقدر تشوفنا وتتابعنا على نظام الHD. أما الآن أبو عبد الله من بغداد، حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك؟ تعرف الأحوالك؟ هلا بيك يا الغالي. والله يا حبيبي أحب أعلق وينأخ أبو سليمان، بس ما راح أطلع عن الطريق يعني، بس كلمات شوية. بالنسبة للأخ أبو سليمان، أنا اقترح عليه يرشح للرئاسة، لأن ما شاء الله عنده إمام وعنده معلومات، هو حافظ أهله العار، فليش الخسرة؟ فرأيي أنه قبل هذا خليه يرشح للرئاسة، هذا من جانب. ثانيا يا أخي، مثل ما تفضلت أنت، كل إنسان وحامي عظمة، ما له علاقة غاية كلها تعيب وعنف حريرها. وأكثر من مستمع جاي يستحوي يجاوب، بس هو الرجل مع الأسف يعني يمكن مخلي بذلات حقطين. ولا يا أخي أنت شنو؟ يعني شنو مصلحتك أنت؟ أنت ابكي مثل غيرك، ابكي مثل غيرك بحرقة، مثل عراق وأمثالهم عراق. أنت عراقي يا أخي، يعني ما حد على حد، ولا بد حكومة. فاحنا جاي نقول ضد الفساد، ضد دمار العراق، ما تاهمين عراقي احنا. احنا متاهمين الدخلاء والاحتلال، ما من حقه يدافع. يعني مثلا ايران، هو ما له حصه بايران، هو شارب من دجله والفرات يا اخي.
اذا هو رابح من العراق خليه يسمع كلامي ونصيحتي لو يتصل. مثل بعد غير هو فتره غير باتصالاته سالفه بس انت رجع يستفز. وانصح نصيحه لله والله والله باكر بعد باكر انت جوا التراب يا اخي. واحد ايام وهذه بالمصطلح العامي ما اعرف انطقها هي مجرد وهبه لا اكثر ولا اقل نطقتها انا. فنصيحتي له انه كافي كلش كافي بعض الامور عيب مو مع الرجال. يلا تحياتي لك استاذ. شكرا لك ابو عبد الله. ابو علي من ميسان حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. وياك. حياك الله ابو علي. حياك الله تسمعني؟ انا وياك. تفضل يا غاتي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ الكريم. نعم. احنا نعيش في المناطق الجنوبيه. حياك الله وحيا الله اهل الجنوب اهلنا وعزوتنا حياك. استاذ احنا كشعب. استاذ احنا كشعب. ايه. احنا ما كنا نعرف انه المناطق الشماليه والمناطق الجنوبيه. زين. الله يسلمك. ولا نعرف انه احنا شيعه وهم سنه، ما هذا الموضوع ما كنا نعرفه. سالف. نعم. ابو علي وياي؟ استاذ في الوقت الحالي بعد التغيير. ايه. احنا كشعب وقعنا في على يعني تحت سطوة احزاب. الاحزاب السنية. نعم اتعب استاذ. ايه 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 نعم كمل. الاحزاب السنية. يبدو ان الاخ ابو علي ما دا يسمعني. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. المشكله اللي اتصور انه ابو علي من ميسان راد يقولها انه الشعب العراقي ما كان يعرف الشمال والوسط والجنوب، هذول من طائفه شنو او من ديانه شنو او من اقليه شنو، انه كان الشعب العراقي متاخي. الابن البصره يروح يقعد بالانباري، يقعد بصلاح الدين، يقعد بسليمانيه، باربيل، بدهوك. ابن الانباري يروح يعيش بالبصره، بالعماره، بذيقار، براحته. فكان العراق ما يعرف هاي الاشياء. عرفنا هاي الاشياء بعد عام 2003 نتيجه نظام بناء المحتل الامريكي. هذا النظام وجد نظام سياسي بالعراق اسمه نظام سواه على اساس نظام برلماني، سواه على اساس نظام انه منصب رئيس الجمهورية شرفي ما له علاقة ما له دور، بس اسمه رئيس جمهورية هو، ورئيس الوزراء هو الكل بالكل وتابع إلى طائفة معينة، ورئاسة الجمهورية تابعة إلى طائفة معينة، ورئاسة البرلمان تابعة إلى طائفة معينة أيضا. كنا سابقا نضحك لما نشوف تقسيمة الرئاسات الثلاث في لبنان ونقول معقولة ذولا مقسميها رئيس الوزراء سني ورئيس البرلمان شيعي ورئيس الجمهورية مسيحي. وصلنا احنا انه رئيس الجمهورية لازم كردي ورئيس الوزراء لازم شيعي ورئيس البرلمان لازم سني. هاي التسمية احنا ما وجدناها، هاي المحتل وجدها. نتيجة وجود المحتل او ايجاد المحتل لهذا النظام المحاصص الطائفي، ذول الاحزاب وجودهم مبني على هاي القضية. فتلقي السنة كاتلين نفسهم حتى يصير رئيس برلمان من عندهم، ويدفع ما يدفع ويسوي ما يسوي حتى يصير رئيس برلمان من عندهم. وكذلك الطائفة الشيعية السياسيين دا أتكلم مهتمين بالكتلة الأكبر حتى هاي الكتلة هي اللي تشكل رئاسة وزراء. واكو حزبين فوق بالشمال دا يتعاركون ويقولون هاي رئاسة البرلمان رئاسة الجمهورية الفلان مكان مو الفلان مكان. هذه ما كانت موجودة قبل، هاي انوجدت على الشعب العراقي. هذا الشيء دخيل على الشعب العراقي. أما هاي الكتل السياسية والأحزاب والسياسيين سنتهم شيعتهم كردهم عربهم تركمانهم كل طوائفهم، ليش هم يحافظون على هذا النظام؟ لأنه وجودهم بوجود النظام المحاصص الطائفي المقيت للشعب رافضة، اللي
الناس رافضته اللي العالم ما تريده، والدليل الانتخابات الأخيرة اللي مرع بها أكثر من 18%. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفن. حياك الله يا غالي. يعني هاي الحكومة من 2003 ولحد الآن هي حكومة محاصصة مقيتة، يعني ما عندهم أي مشروع أو فكر سياسي أو اقتصادي نهضم بالبلد. يعني شفنا احنا عدة أزمات مرينا بيها، يعني وقفت الحكومة عاجزة، ولا أكو عندهم عقول تتخطط لهم أو وزارة تخطيط حقيقية أو وزير تجارة يخلصنا من الأزمات اللي مرينا بيها، مو بس الأزمة السكن أو شغلة المخيمات والنازحين. يعني عدة ملفات وقفت هاي حكومة حزب الدعوة العميل على إنجازها. كل الملفات عالقة، مجال الزراعة، الكهرباء والطاقة، غيرها، الأعمار، الخدمات، اللي هسه نشوف أغلبية القطع الأراضي الموجودة في داخل بغداد كلها استثمروها هم السياسيين، تم استحواذها من قبل الوزارات اللي الأراضي تابعة لها وبناء مجمعات لهم يبيعوها للناس بيع. يعني أما كدولة ما بنت مجمعات سكنية حقيقية يستفاد من عندها المواطن العراقي الفقير اللي ما عنده دخل، ولا نعرف احنا الطبقات اللي درجات العليا بكل الوزارات مستفادين وامورهم عدلة وفساد وبيوت عندهم داخل العراق وخارج العراق. ما سوت اي شيء، لا حتى مجال الزراعة فشلت بيه. يعني هاي شوف الزراعة معطلة بالكامل، الكهرباء معطلة، المياه الموجودة كلها قطعتها إيران وما قدروا يحشون وياها، المخيمات اللي هي تعتبر وصمة عار في جبين كل السياسيين وجبين كل شيوخ الدين اللي يحشون بالدين، العمائم البيضة والسودة. يعني ما عندهم إنجاز حتى في سبيل واحد يدافع عليهم. شنو هاي الحكومة هاي؟ يعني حتى الغرب يعرفوها أنهم كلهم حرامية وفاسدين، الوطن العربي كلهم يعرفوهم عملاء، يا أما عميل الإيران مثل الولايين يا أما عميل مع أمريكا، واثنينهم هم اللي دمروا البلد، سواء الأمريكان أو الإيرانيين هم دمروا البلد. يعني كل الوزارات معطلة، كل الوزارات، ماكو اي وزارة ناجحة، ما اجانا وزير استلم هذا منصب الوزير وعمل باخلاص بالوزارة، بالعكس هي هاي المحاصصة اللي جابتنا امريكا لحد الان يعملون بها. حتى مقتدى الصدر من يحكي، هو جزء من عملية سياسية من 2003، يحكي ان راح يحارب الفساد وانها حكومة اصلاح. انت اذا اعطيت المنصب نفسه برئاسة البرلمان للسنة والأكراد هسه تنوي تطي رئاسة الجمهورية، والحزب الدعوة أو مقتدى الصدر راح تطي للشيعة. إذا أنت هاي الرئاسات الثلاثة وزعتها نفس ما موجود قديما، أن الرئاسات الثلاثة هي مقسمة للسنة والشيعة والأكراد، والوزارات الحقائب الوزارية راح تجي أيضا راح تجي يوزعوها على محاصصة للأحزاب وإرضاء، وهاي كل صراعات بيناتهم. المواطن العراقي ما راح يجي أي شيء، لا راح يسن البرلمان يسن قانون يخدم المواطن العراقي ولا اي شيء، ولا راح يعمرون ولا كل شيء. هاي خطوط الكهرباء اللي يحشون بيها من ايران ومن السعوديه، كل هاي الاموال اللي صرفوها على وزاره الكهرباء المفروض يبنون فد 3 محطات 4 يقسموها على العراق من شماله الى جنوبه الى غربه، ويصير عندنا اكتفاء ذاتي. ليش تستوردون؟ ليش تبني محطات غازها الا من ايران؟ إذا الموضوع بعد هذا المحاصصة اللي دمرتنا والوزراء الفاسدين بعدهم راح يجونا بالترتيب، يعني هم راح يفرض عليهم يقول لك هاي هيك حكومة وطنية، هي ما تمثل الوطنية بأي صلة، ما عندنا ناس وطنيين. يعني الناس قاعدة كلها بالعشوائيات. زين انت بدل ما تفلش عشوائياتهم تعال بني لهم مجمعات سكنيه من خيرات العراق، شغل معامل الاسمنت اللي انتوا يا 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 ولايين كلها عطلتوها المصانع، شغل الاسمنت وحديد موجود وكل شيء وابني. فناس يعني ما جايين يبنون، جاي يخربون. ايران تقول لهم خربوا واطلع، فهذا هو الخراب بعينه من الحزب الدعوه مجلس اعلى الصدريين شنو هم حالهم حال البقيه كلهم حراميه. نعم شكرا لك اخ صباح. طبعا حسن سالم اللي كان عضو بلجنة الخدمات والأعمار النيابية بالبرلمان العراقي يقول أنه عدد سكان يتزايد بسرعة كبيرة لأن أزمة تتفاقم لافتقار التخطيط السليم، ما يحرم المواطنين من سكن لائق خاصة بعدما تحولت كثير من المدن إلى عشوائيات. السؤال نوجهه إلى حسن سالم، لما أنت كنت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية
ما دام انتم تعرفون هذا الشيء ليش ما سويتوا شيء بحيث او صدرتوا قانون بحيث انه تساعدون المواطن وتحدون من العشوائيات ويكون اكو تخطيط سليم للمدن. المشكله انه اي واحد يصير بالحكومه او يقدم للبرلمان اثناء ما هو بالبرلمان او اثناء ما هو يشتغل ويا هاي الحكومه الامور طيبه ما بها ولا خلل، بس يطلع ماكو تخطيط ماكو تنفيذ، سرقات فساد دمار، هم هيك سووا رشوات، هم هيك حطوا، ويبدي يفضح بالكل. زين ما انت كنت وياهم ايش قدمت؟ الحسن سالم وغير حسن سالم والمقتدى والقيس وهادي ونوري وكل واحد موجود بهاي الحكومه او العمليه السياسيه. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم بإذن الله يوم الجمعة برنامج صوتكم. قبل ما نختم نحب نذكركم اللي سوى التلفزيون على نظام الاتش دي سواء، اللي ما سوى يلزم الريموت ويسوي ريسيرش أو بحث جديد على القناة بنفس التردد 10727 حتى يتحول لنظام يمك من الاتش دي، لأن راح يتوقف يوم 28/2 إلى نظام الاتش دي. مشاهدينا نلتقيكم بإذن الله يوم الجمعة المقبلة برنامج صوتكم بنفس الموعد. في أمان الله.